خمس تسعة 11/2011 قائمة مسربة من أحد العناصر الذين شاركوا في الحملة العسكرية التي قام بها النظام لمدة أسبوع كامل على حي بابا عمرو في مدينة حمص. مسجل في هذه القائمة أسماء العناصر وكميات الذخيرة الموزعة إليهم مع جردها وجرد النقص. نشاهد 50 طلقة رشاش، 600 طلقة رشاش، 400 طلقة، طلقات مضاد طيران، قواذف RPG وطلقات رشاش، كلها استعملت لقصف هذا الحي وقصف البيوت على ساكنيها المواطنين العزل. هذا الرشاش بكيسه 3500 طلقه.